هل كان الصحابة رضو الله عليهم السلف الصالح يأتون إلى هذه الأماكن التي يقصدها بعض الناس التاريخية أو لا يأتونها؟ صحاب آخر مثل شبه خمدي مثل زاوز دي كوش آخر بيغمبارز دش آخم قاقو آخم دي قشاكوحو أهو دشتاش لم يقل واحدا من الصحابة رضو الله عليهم أن لابد نأتي مثلا إلى خيبر حتى نرى كيف كانت معركة خيبر. هذه الأماكن لا تقصد أبدا. الذي يقصد قلنا لكم مسجد النبوي، المسجد الحرام، وصلت إلى المدينة تذهب إلى مسجد قباء، حتى مسجد قباء لا يشد إليه الرحل. نعم أشبكم صحابة خم يشش زريق أكوش تاقم خيبرن دبلن زرزواخ دينك وش هذا حجن جوا خوي تخر يعشوش تاقم وزدكون وش تخر مساقي تشج عشو بيت خورا بيغمبارن يمجتم مستبقي عن صحابة خز شلت ما خرا وزدكون وزد شتر أدريهم كوخنكم مسجد قباء قديمي أبي سكونج مسجد قباء مجوا أن يتوي وغوانو قتيح خنكم مدينة وقصاغو خشتو عبده وقوما خنش عالحاجة مودة ديو قيجو قاقو خنو. من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. الوعظ والعبادة الحقيقية هي التي تجعل الإيمان يزيد. قرآن مرة سنة مرة قرآن زيب زاوي مخر وقزاكم تري مغحر زميكو تري غحانكم وقزاكم أراش تخمي بوزة حاجة تخمي بوزة وزخري إيمان خزغاخر.